حسين، مع انه الفريق بعده جديد بس اول 3 متوشه بالبطوله وربحتوا 3 متوشه وهلا انتقلتوا للكار فينال، اول شيء شو رايك بتحضيرات الفريق وشو رايك بكيف بتقيم الفريق باول 3 مباريات له؟ يعني فريق جديد، في 3 لعيبه من السنه الماضيه وكلنا جداد، هذه اول سنه لنا. مرنا بس قبل ما نجي لهون يعني تقريبا 10 ايام، بس هذه كانت اول دور كان كثير منيح لنا انه قدرنا يكون في شوي كيمستري اللي بدنا نشتغل عليها كرمال السيزون تبع لبنان. لأول 3 جيمات الفريق كان كثير منيح، وإن شاء الله هلا بالكوارتر فاينل ونحن طموحنا إنه نوصل الفاينل، ليش ما نربحها إن شاء الله. بغض النظر عن ماتش إيران، كانوا المتوشة كانوا عم يكونوا كثير إيزي جيمز بالنسبة لإلكم، كيف بتقيم مستوى البطولة وكيف برأيك رح يكونوا هلا الكوارتر فاينل والسيمي فاينل والفاينل؟ يعني بالنهاية الجيم السهل والجيم الصعب، الجيم الصعب كان إيران، الجيمات السهلة بنقدر مشان نشتغل على الجيم شيب تبعنا ونرجع الموف تبعنا على أرض الملعب. وإن شاء الله تكون لقدام الدورة أحسن وأحسن، ولدورة عمرها 2 سنة التنظيم عم بيكون كثير. وبرأيك آخر سؤال، رح نشوف معقول نلاقي فينال لبناني لبناني بالآخر شيء؟ إن شاء الله يا رب يقدر الحكم يربع على الاتحاد السكندري، هيك بلكي بننتقل إذا مش سيمي فاينل فاينل. أوكي، مسي كثير.